السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه المره هذه ما غاديش نقول لكم مرحبا بكم عندي، غنقول لكم مرحبا بي عندكم وعيد مبارك سعيد يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والمغفره وباش ما تمنيتو ان شاء الله. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا غادي يكون على صلاه العيد في المنزل. صلاه العيد باختصار شديد كتكون في المصلى، يعني ما كتكونش حتى في المسجد، ولكن هاد الايام هذه ديالنا ولاو بعض الدول وبعض المناطق كيصليوها في المسجد حيت ما عندهمش مصلى او المصلى بعيد بزاف، وبكثره العمران اللي كاينين وبكثره الديور اللي ولاو في الدول كاملين ولات كتصلى في المسجد. ملي كتصلى في المسجد كنديروا قبل منها صلاه تحيه المسجد، يعني كدير تحيه المسجد يعني جوج ركعات كتسبقها جوج ركعات ديال تحيه المسجد، ومن بعد كيدخل في الصلاه. ملي كيجي الامام كيدخل في الصلاه ديريكت، يعني بلا ما يقول القيام، بلا ما يقيم الصلاه، بلا ما يقول الصلاه الجامعه، بلا ما يقول صلاه العيد قائمه ولا شي حاجه بحال هكذا، كيدخل فيها عادي حيت النوافل ما فيهمش قيام الصلاه، ما فيهمش الاقامه ديال الصلاه. ملي كيبدا الصلاه كيقول تكبيره الاحرام اللي هي الله اكبر، ومن بعدها سته ديال التكبيرات، وكيسكت ما بيناتهم واحد الشويه، يعني كيسكت ما بيناتهم واحد الشويه، ما يكونش الذكر ما بيناتهم، يعني ما كيقولش الله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر، هذيك ما خصهاش تكون، يعني كيقول الله اكبر وكيسكت، ومن بعد الله اكبر الله اكبر حتى يكمل سته ديال التكبيرات اللي كيكون المجموع ديالهم بالتكبيره ديال الاحرام سبعه. ومن بعد كيقراو اللي هو كاين في السنه، يا كيقراو ربك اعلى، وفي الثانيه في الركعه الثانيه كتقرا هل اتاك حديث الغاشيه، ولكن لما كنتيش حافظهم بجوج يمكن لك تقرا باي سوره ولا باي ايه بغيتي من بعد الفاتحه، وكتكون الركوع ديالها عادي والسجود ديالها عادي والجلوس ما بين السجدتين وهذا عادي. وفي الركعه الثانيه كتكون تكبيره الاحرام ومن موراها خمسه ديال التكبيرات، يعني كيسكت ما بيناتهم كيدير خمسه التكبيرات، يعني كيكون المجموع بالتكبيره الاحرام سته ديال التكبيرات. يعني في الاولى كنديروا تكبيره الاحرام وسته ديال التكبيرات، وفي الركعة الثانية تكبيرة الإحرام وخمسة ديال التكبيرات. وفي هذه الأيام هذه هي لا تجوز في البيت، يعني صلاة العيد لا تجوز في البيت، يعني ما يمكنش نديروها في الدار، ولكن هنا كاين واحد الظرف اللي هو في هذا الوباء وهذا، يعني كاين استثناء يكون وقيلة أول عام في العالم في هذا الزمان هذا اللي غادي تصلى فيه صلاة العيد في البيت. يعني هي صلاة العيد دايره بحال الصلاة ديال الجمعة، مثلا الجمعة إلا فاتتك الصلاة كتصليها بحال الظهر عادي، يعني كتصليها في الدار بربعة ديال الركعات بلا خطبة، ولا صليتيها في الدار دابا ملي غادي نصليوها في الدار في الظروف هذه ما غاديش تكون فيها الخطبة، وغادي تدخل في الصلاة ديريكت، ما غاديش دير حتى هذيك الصلاة ديال تحية المسجد وكتدخل في الصلاة ديالك عادي. وفي الختام الصلاة ديال العيد ممكن ان في هذه الظروف هذه ديال هاد الوباء وهذا يمكن لنا نديروها في الدار، يعني يجوز ان نعملوها في الدار باش الوليدات ديالنا والاهل دخلهم في داك الجو ديال صلاة العيد، حيت اللي ما صلاش صلاة العيد فما عيد، يعني الا ما صليتيش صلاة العيد راه ما عندكش العيد، خصك تصليها ضروري. هذاك الشيء علاش بغيت ندير هذا الفيديو هذا، باش الناس اللي ما عارفينش او الناس اللي باغيين يسولوا يعرفوا الموضوع كيفاش كاين، وصلاة العيد خصها تصلى. وشكرا على المشاهدة، وعيدكم مبارك سعيد للمرة الثانية، ومع السلامة.